كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر ولي على هامش جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن دائرته الوزرية أحصت أكثر من 2 مليون متر مكعب تم تسجيلها عن طريق آلية تحلية المياه، موضحا في ذات السياق أن كمية الأمطار الأخيرة قد سمحت بتزويد السدود على المستوى الوطني بنسبة 85%. التغطية كانت لأحمد مدني. اليوم رانا في 2,100,000 يوميا من متر مكعب من هذه تحلية المياه. الشيء الإيجابي والاستراتيجي كذلك هو عندما نزود المواطنين بالمياه التحلية، الكميات تاع المياه اللي كانت تروح للمواطنين للشرب تاعهم من 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 مياه جايه من السدود ومياه سطحيه ومياه جوفيه، هذه الكميه نحولها للفلاحه. وهنا يكمن النظره الاستراتيجيه والاستشرافيه لبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه. لي ديرنيير بلوي نو بيرميتر اجوردي d'avoir sur 10 barrages 90% de taux de remplissage. Sur une trentaine de barrages, nous sommes au-delà de 60% et les apports de pluie vont continuer. Nous sommes pas loin de 58% au niveau de la moyenne nationale.